أجل التكوين فقط، احنا نكونوا للحصول على نتائج، احنا نكونوا لتحقيق أهداف. تعرف الإدارة العامة للديوانة عنا عقود أهداف كل سنة يتم إمضاؤها حسب الاختصاص، وحدات الحرس الديواني أهدافها مكافحة التهريب، مصالح المركزية بالإدارة العامة عندها أهداف أخرى، النزاعات عندها أهداف أخرى، إدارة الأبحاث عندها أهداف أخرى، المصالح التقنية عندها أهداف أخرى، المكاتب الحدودية عندها أهداف، كل مصلحة من مصالح إدارة العامة للديوانة عندها عقود أهداف تحققها كل سنة، وما تنجم تحقق هذه العقود إلا بالتكوين وإخضاع الأعوان إلى التكوين المستمر باش يكونوا مستعدين في العمل الميداني بتاعهم. دونك باش نعطيكم فكرة اليوم بما أنكم حاضرين، وأنتم تنعرف الصحفيين يحبوا الأرقام، باش نعطيكم فكرة اليوم على نتائج التكوين هذا، شنو هو النتائج بتاعه على مستوى مكافحة التهريب وعلى مستوى تحقيق أرقام مهمة جدا في مكافحة الغش والتهريب. نشوفوا مع بعضنا. سمحتي بالله التقنيين من فضلكم، نشوفوا مع بعضنا وسائل الإخفاء التي يتم معناها كشفها من طرف أعوان الديوانة بتاعنا اللي يتكونوا في هذا المجال في الكشف عن وسائل الإخفاء وفي مقاومة الغش والتهريب. نشوفوا تهريب المخدرات في آلة القهوة، وتهريب المخدرات معناها في السخان، وتهريب المخدرات في علب الشامبوان. معناها هذه وسائل إخفاء متطورة اللي يتم كشفها من طرف أعواننا من خلال معناها خضوعها من التكوين المستمر. هذه من آخر العمليات معناها كشف المخدرات في الخف النسائي، كمية هامة من المخدرات في الخف النسائي. كيف نشوف هنا الفرق الميدانية في الصحراء في عمق الصحراء، معناها فرقة الصمار والمقيسة التابعة لفصيلة الطويل التابعة الوحدة الخامسة بمدين، معناها ضبط 367500 حبة مخدرة في عمق الصحراء. معناها هذا عمل مظلم برشا في عمق الصحراء، معناها تعرفوا اللي راه باش تدخل العمق الصحراء يزبك ايام ويزبك نصب كمين، وخدمه معناها مميزه جدا. فرقه التطوير كيف مره اخرى، شوفوا في عمق الصحراء معناها السيارات كيفاش عالقين في الرمل، 106000 علبه سجائر، كيف معناها هذه عمليه مميزه. فرقه الصخيره معناها ضبط هواتف جواله وكميه من خراطيش السجائر، ونشوفوا هنا معناها في شاحنه لنقل مواد التنظيف كانت مخفيه معناها داخل شاحنه لنقل مواد التنظيف، ونشوفوا بعد حتى الفيديو متوفر. فرقه صفاقس حجز 43650 حبه مخدره داخل معناها السياره في الصندوق الخلفي للسياره، معناها تحت الغطاء بتاع الصندوق الخلفي للسياره. معناها كما قاعدين تشوفوا كلها عمليات مميزة، معناها تدل على الفطنة بتاع الأعوان والذكاء بتاع الأعوان ومراحل التكوين اللي خضعوا لها باش يكشفوا هذه العمليات. عندنا كيف فرقة جابس 10800 حبة مخدرة داخل مكيف هواء، هذه إثر مراقبة مرورية، تم إخضاع السيارة إلى المراقبة المرورية للتفتيش، تم ضبط هذه الكمية داخل مكيف هواء تحمل هذه السيارة. ميناء حق الويد 33 صفيحة من مادة القنب الهندي، معناها تزن 3.3 كيلوغرام. أنا حبيت معناها عمدا نوريكم معناها عمليات الحجز نتاع المخدرات، خاطر تعرفوا مدى أهمية حجز المخدرات والتصدي لتهريب المخدرات. بالطبيعة هذه بعض الأمثلة فقط، معناها عندنا مئات من هذه العمليات، هذه بعض الأمثلة فقط باش تاخذوا فكرة على نشاط أعوان الديوانة في كشف المخدرات. هذوما كيما تشوفوا الكمية داخل معناها الساقين اللوح نتاع الطاوله، كيف كيلوغرام 960 من ماده القنب الهندي في آلة قهوه، كيف ميناء حق الواد. هذه اخر عمليه 83 بندقيه صيد في مجروره نتاع السياره، عن الفيديو زاد تشوفوه مع بعضنا. دونك هذه زاد عمليه مميزه كانت في مجروره وراء السياره، هذه تدل معناها على الفطنه نتاع الاعوان والذكاء، خاطر ما تعرفوا ميناء حلق الواد راهو الباخره تجيب معناها 800000 سياره 1500 سياره، معناها مش بالضروره انك تكتشف عمليات كما هكا، يلزمها برشا ذكاء وبرشا فطنه والحس الامني لدى اعوان الديوانه. 1000 حبه كيف مخدره و12 صفيحه من ماده القنب الهندي، كيف زاد في حلق الواد هذه السنه، كل هذه عمليات جديده لسنه 2024. نشوفوا هذه كمية مهولة زادة، هذه 176 كيلوغرام من مادة القنب الهندي،
هذه كانت زادة في شاحنة مخفية، معناها في الصندوق الخلفي للشاحنة ثم معناها ثم مخبأ مهيئ في الشاحنة، وتم كيف كيف كشفه من طرف حول الديوان دون الاستعانة بأي معدات. معناها هذا فقدت الذكاء والحس الأمني بتاع العون. معناها حقيقة عملية مميزة مرة أخرى. 40 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، شفتوا الكميات المهولة اللي قاعدين نحجزوا فيها، معناها كميات هامة. هذه بعض الإحصائيات. إلى حد 31 أكتوبر 2024 في مجال مكافحة التهريب عندنا معناها عدد المحاضر إلى حد الآن 12805 قضية بقيمة جملية 425 مليون دينار. ما نعرف ثم خطأ في الرقم، أما لكن الرقم صحيح 425 مليون دينار و700 معناها حوالي 426 مليون دينار. 426 مليار هو قيمة هذه المحاضر مش مداخيل، راه هذه قيمة المحجوز. دونك شوفوا بعض الإحصائيات تاع أهم البضائع المحجوزة. الملابس الجاهزة 378 ألف قطعة، أحذية أكثر من 92 ألف زوج، السجائر أكثر من 329 ألف خرطوشة، قطاع الغيار أكثر من 97 ألف قطعة، مواد تجميل أكثر من 178 ألف قطعة، مواد غذائية أكثر من 552 ألف قطعة. هذه دونك بعض الأرقام، بعض الصور عن عمليات النوعية التي تم حجزها. كان نجم نشوفوا مع بعضنا كيف كيف الفيديو، معناها ماذا بالك كانت عدينا الفيديو باش ياخذوا فكرة كيف تم كشف هذه العمليات النوعية في ميناء حلق الواد وإلا في المعابر وإلا من طرف وحدات الحرس الديواني أثناء العمل الميداني بتاعهم. كانت بصراحة شوفوا هنا مادة الجراك في وسط معناها في وسط البادر بتاع ليسونس، شوف كيفاش مخبين مادة الجراك في وسط بادر ليسونس. معناها هذه كيف كيف أثناء مراقبة مرورية من طرف وحدات الحرس الديواني والتفتيش وسائل النقل بادر ليسونس دونك معبين. نشوفوا هنا كيف كيف كشف المخدرات في وسط الملابس وفي وسط الأغراض الخاصة، كشف كمية من المخدرات في وسط الملابس وفي وسط الأغراض الخاصة. هذه معناها قاعدين تشوفوا التكوين الديواني شو اللي يجيب التكوين في المدرسة وإخضاع الأعوان بتاعنا إلى التكوين المستمر شنو النتيجة بتاعه. هو التفطر إلى هذه العمليات النوعية، التفطر إلى وسائل الإخفاء. تعرفوا وسائل الإخفاء قاعدة تتطور، معناها كل سنة قاعدة تتطور وقاعدة تتنوع وسائل الإخفاء. معناها شفنا عديد من وسائل الإخفاء سواء كانت معناها في الملابس، سواء كانت في الأجهزة الإلكترومنزلية، سواء كانت في المواد الغذائية، في مكونات السيارة، في علب الشوكولاتة، في علب القهوة، في شوفوا معناها هنا كيفاش مخفية المخدرات. معناها هذاك علاش يستغربوا بعض الأشخاص يقول لك علاش أنا يهبطوا لي دبشي وعلاش في حلق الواد يفركسوني وعلاش تفتيش وعلاش هاو علاش التفتيش، باش تعرفوا هاو علاش يلزمنا نفتشوا. شوفوا النتائج بتاع عمليات التفتيش وبتاع الفتنة بتاع الأعوان كيفاش يكشف المخدرات في وسط الأغراض الخاصة. ساعات معناها الأغراض ما تعطيهاش حتى قيمة اللي هي تنجم تكون معناها فيها مخدرات وفيها أسلحة وفيها حاجات مخطرة وممنوعة. بالطبيعة الأعوان بتاعنا يعرفوا الكريتير دو سيبلاج اللي هذايا بتاع الحجز 83 بندقية صيد. هذوما دونك شفتوا المجرورة، المجرورة بتاع السيارة هذيك كانت تحت الغطاء الخارجي للمجرورة، معناها وقت تشوف المجرورة ما يظهر لك حتى شيء، لكن تحت الغطاء مخبأ مهيئ. شوفوا تحت الكمية هذه كل من بنادق الصيد 83 بندقية، معناها تشوفوا مدى أهمية هذه العملية الحقيقة كيف. هذه اللي قلت لكم عليها دونك اللي فيها السجائر في شاحنة لنقل مواد التنظيف. معناها تشوف كي تحل الشاحنة تلقى ليزيتاجير تاع مواد التنظيف، لكن ورا ليزيتاجير بالتالي معناها مخبأ مهيئ ومعبي بالسجائر. شوفوا كيفاش تنحي ليزيتاجير دونك تلقى السجائر بالتالي كميونة كاملة معبية بالسجائر. هذه فكرة دونك على وسائل الإخفاء يعتمدوها المهربين. هذاك علاش التهريب راهو معناها صعيب انك تكافح التهريب. قاعدين تشوفوا في وسائل التهريب سواء في الطرقات ولا في المعابر الحدوديه، هذاك علاش العوالم تاعنا معناها نقولوا لهم فريمون شابو با
نحيوهم بصراحة اللي يكتشفوا كل هذه الوسائل الإخفاء، وهذاك علاش التكوين المستمر في المدرسة يعطي هذه النتائج. كيف كيف راهو ما نساوش زاد عندنا مصالح أخرى اللي هي في المكاتب الحدودية واللي هي في الإدارات المركزية، كيف كيف زاد يقاوموا في الغش، مش فقط راهو المعابر الحدودية، مش فقط تفتيش المسافرين، مش فقط وحدات الحرس الديواني، عندنا إدارة الأبحاث الديوانية، عندنا مكتب الاستعلامات، عندنا المكاتب الحدودية، عندنا كيف كيف المصالح المركزية بالامتيازات الجبائية، إدارة القيمة، إدارة المنشأ، إدارة التعريفة، إدارة دونك هذوما الكل كيف كيف راهم يكافحوا في الغش وقاعدين يقوموا بمحاضر وبعمليات نوعية في الكشف على الغش من خلال مراقبة عمليات التصدير وعمليات التوريد. دونك كل المصالح الديوانية قاعدة تحقق في أرقام مهمة من خلال التكوين المستمر، من خلال مواكبة تطورات أساليب الغش وأساليب التهريب. شكرا على حسن الانتباه. ما ننساوش في الأخر نشكروا كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة، سواء كان من أبناء المدرسة الوطنية للديوانة، من السيد المدير العام للمدرسة إلى آخر عامل في هذه المدرسة، كل اللي ساهموا من مؤسسات وطنية، من هياكل مهنية، من مؤسسات عمومية، الخيال الصحفيين كيف كيف اللي كانوا معنا وخدموا خدمة باهية، نحيوهم الكل. دونك الناس الكل نحيوهم، ما نجمش نذكرهم بالاسم باش ما ننساش حتى واحد، لكن كل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه التظاهر، والتحيه الى كل من مر عبر هذه المدرسه، سواء مديرين، سواء مكونين، سواء مسيرين، كل من مر عبر هذه المدرسه نقدم له تحيه كبيره برشا، وتحيه اكبار وتحيه اجلال، انه معناها كون هالاعوان هذوما وخرج اجيال واجيال، وانا منهم، وانا متشرف اني خرج هذه المدرسه. وهكم شفتوا النتائج نتاع التكوين والنتائج نتاع المدرسه هذه كيفاش تظهر على عين على الميدان. وشكرا.